بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، لكل لمحة ونفس عدد ما وسوى علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي في شرح ألفاظ التقريب للقاضي أبي شجاع رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما وتلامذتهما وقراء مصنفاتهما في الدارين أمين، في فقه السادة الشافعية، المجلس 89 في هذا الكتاب، كتاب السبق والرمي، اللي هي المسابقات اللي بتحصل، والرمي اللي هو الوقت احنا نسميها الرماية أو النشان، يعني في اللغة بتاعتنا ساعات نسموها الرماية أو النشان. والسبق والرمي من الكتب اللي في اللي الإمام الشافعي أول من جمعها في مصنف واحد، في كتاب واحد. قبل الإمام الشافعي كانت في وسط إيه كتب الفقه فروع فقهية متفرقة، لكن أول من صنف فيها وجمعها في باب واحد كان الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. الإمام الشافعي ليه أوليات كتيرة، منها أول من صنف في أصول الفقه، أول من جمع إيه كتاب السبق والرمي. وكان الإمام الشافعي كمان يعني رامي، لأن كان يعني تعليم الرماية كان جزء من ثقافة مجتمعه، ولأنه كانت الرماية هي وسيلة القتال في سبيل الله، فكان الإمام الشافعي كان يرمي 10 من 10، بس لما يجي يدخل مسابقة يجيب 9 من 10، يخاف يتحسد، يتعمد يغلط في الآخر، يعني يجيب 9 كلهم مظبوطين ويجي في 10 هو اللي يتعمد تخيبة، عشان إيه ما يتحسدش، يخاف من العين يعني، لأنه كان يقول لك أنا إيه أجيب 10 من 10. والإمام الشافعي كان محل حسد يعني، لأنه كان ربنا مديله يعني ملكات كثيرة، وكان عايش معظم عمره مريض وتعبين معلول، كثرت علله بسبب ايه نظرات الحسد اللي عليه في الناس رحمه الله. ومات صغيرا عنده 55 سنة، حياته كلها كانت حياة كلها جهاد في العلم وتعليم الناس رضي الله عنه وارضاه، ونفعنا الله بعلومه. وحظيت مصر بقى ايه بمسواه الاخير، لان مصر دي مقبرة العلماء والصالحين، الصالحين يجوا يعيشوا فيها حتى تكون لهم مدفنة فيها سر كده، تحب تجذب الصالحين، فربنا يجعلنا منهم وعلى قدمه، ولكن احنا نحب ندفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب احكام السبق والرمي، يعني الرمي بسهام، اي بيقول لك اي بسهام ونحوها، السهم او ممكن نحوها بقى نقول بقى الوقت مثلا ايه بالرش، بالرصاص، بالحجارة، يعني كان ساعات ينشنوا بالحجارة كده، أو أي شيء من الأشياء اللي هي يعرف يصيب الهدف من بعد، أي شيء يصيب به الهدف من بعد يسموه رمي بأي وسيلة كانت. وتصح المسابقة على الدواب، أي على ما هو الأصل في المسابقة عليها من خيل وإبل جزما. هو يقصد بالدواب هنا كل ما يمكن استعماله في الحرب أيام زمان، يعني الدواب المقصود بها كل ما يصلح ليكون في الحرب أداة حرب. وتصح المسابقة على الدواب، يبقى الدواب التي تنفع في القتال. احنا دلوقتي بيستعملوا في القتال ايه دبابات، بيستعملوا عربيات مجنزرة، يبقى الحل محل بقى ايه، فممكن الجيش يعمل مسابقات بايه بآلات الحرب الحديثة، علشان كمان يبين كفاءات الجند المختلفة، ومن خلال هذه الكفاءات يرقي ده وايه ويستغل خبراتهم في فنون القتال. يبقى الدواب كانت ايامهم بيقتلوا على دواب، على مثلا الفرسان اللي هو الخيل، واحيانا كان بعضهم ايام النبي كان يخرج على بغله، بس لشجاعته، لان البغله لا تصلح قوي، لكن كان لشده شجاعه النبي كان يركب البغله ويركب غيره الفرس صلى الله عليه وسلم.
وكمان الجمال كانوا ساعات ايه يستعملوا الجمال في نقل معدات الجند كأنها سفينة بتشيل، فتبقى كمان حتى الإبل من ضمن برضو أدوات القتال، لأن في حاجة اسمها التموين اللي بيتشال مع الجيش اللي هو أكله وشربه وعدته وحاجات، فكان دي يشيلها مين؟ يشيلها الجمال. والأداء أثناء المبارزة الخيل، وبعضهم كان يبارز من النزال، من النزال يعني على رجليه بغير إيه؟ بغير دابة. كل دي أنواع في القتال القديم اللي كان يعتمد على إيه؟ على المواجهة. إنما القتال الحديث الذي يعتمد على الجبن وسوء الأخلاق، يضرب البلاد من بعيد فيموت المدنيين ويموت حتى اللي مالهمش علاقة بالحرب والأطفال، فدي حروب، هذه الوسيلة لا يقرها الشرع الشريف. ولكن اضطر المسلمون لاستعمالها إيه؟ اضطر المسلمون لاستعمالها لأنها استعملت ضده بس من باب الدفع. لكن لو باختيارنا احنا نكره اننا نرمي قنبلة تقوم تموت كل الموجودين الجند وغير الجند، ما نحبش احنا كده. المسلمين لا يحبوا ان يقاتلوا الا المقاتلة الجند فقط والمعتدين، فلا يقتلوا اطفال ولا شباب ولا شيوخ ولا نساء، دي اداب الحروب عند المسلمين. لكن لما لقينا اعدائنا لا يرقبون فينا الا ولا ذمة ويقتلوا نساءنا واطفالنا، فاضطرينا اننا نعاملهم بالمثل، اضطرار فقط لكن على خلاف أصل الشرع. يبقى المسابقات الأصل فيها إن كانت بعوض تبقى نوع من الرهان، والرهان الأصل فيه نوع من القمار، والقمار الأصل فيه إن هو محرم من الكذب. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى من وسط الرهان المسابقات على آلات الحرب حتى يتمرن الناس على الحرب، يبقى كأنها رخصة على خلاف الدليل العذر. لو كانت بأجر هتبقى رهان، والرهان حرام مقامرة، والقمار حرام من الكبائر. فهمت ازاي؟ يعني أصلها كده. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى ما كانت من مسابقات بآلات الحرب فقط. لكن لو عملنا مسابقة بغير آلات الحرب، مسابقة في البينج بونج، هنا بقى لا يصح أخذ العوض، لأن إيه البنج بونج دي اللي بيلعبوها دي، واخد بالك، دي مش ما بتعيش على إنك أنت تدي لك قوة. تصح المسابقة لكن لا بغير عوض، تصح المسابقة بغير آلات الحرب بس بشرط بغير عوض، لأن لو كانت بعوض صارت كالرهان كالقمار، زي مثلا اللي يلعب طاولة ويقول لك عليا المشاريب، المشاريب على اللي يتهزم، دي حرام. ليه؟ لأن الطاولة دي مش من آلة الحرب. طب الشطرنج؟ قالوا لا، الشطرنج بيعين الحنكة ويعين المكر اللي هو قد يستخدمه الإنسان في حربه، فاستثنوا الشطرنج. فممكن الشطرنج يبقى مسابقة وتبقى مبنية عليها أجر كمان ومكافأة، وتكون على إيه؟ على لأنها تعين على الحنكة والحرب والمكر والخداع الذي هو مطلوب في الحرب. لكن الكوتشينة ما ينفعش، ولا مثلا السلم والتعبان، ولا الآلات الدومنة اللي بيلعبوها على القهاوي دي، واخد بقى، كل دي حرام لو كان فيها مقابل مادي، حرام لو فيها مقابل مادي من الكبائر، وحرام من الصغائر لو بغير مقابل مادي. ليه؟ لأنها تضيع وقت فيما لا طائل. يبقى حرام من الكبائر امتى؟ لو كان في مقابل مادي. وحرام من الصغائر امتى؟ لو كانت بغير مقابل مادي. وتحل امتى؟ للاطفال الصغير لانه غير مكلفين، فياخد حظه منها وهو طفل، اما يكبر بقى يبقى راجل نقول له كفايه خدت حظك منها بقى، سيبها للاطفال، انت مش هتفضل طول عمرك طفل. طب حكم الجواز في البطولات ده؟ ما هو البطولات والحاجات دي كلها بقى، واخد بالك، بس ما يبقاش فيها مقابل مادي الا اللي بقى ايه، يبقى في نفقه عليهم، معلش النفقه تبقى عليهم، وبيبقى في جايزه الاول والثاني والثالث. كل ده بقى ايه، على اصل الشرع الشريف في المسائل دي يحتاج اجتهاد معاصر، لكن على اصل الفقه المتوارث كل اللعب اللهو دي ما تنفعش. لكن ايه، لعبه المصارعه اللي بتقوي البدن تدخل لانها فيها نوع من القتال،
انما مثلا ولعبه الملاكمه تنفع لان فيها نوع من القتال، لكن لو النساء لعبوا لعب القتال لا يجوز فيها العوض، لان الاصل ان المراه تصح منهم المسابقه بس بلا عوض، لانه اصلا المراه ليست من ضمن من تقاتل لضعفها وطبيعه حالها وانشغالها بالحمل والولاده والرضاعه، ما تنفعش تخرج تحارب. فهمت بقى المساله؟ ده على الفقه القديم. الوقت المسابقات بقى الرياضيه المختلفه وانواع الرياضه المختلفه ومش عارف ايه السباحه تدخل، لان السباحه من ضمن الاشياء اللي تعين في الحرب، فيبقى برضو مسابقات السباحه دي جائزه ولو بعوض علشان تشجع الناس. يبقى ايه؟ ننظر اذا كانت المسابقات متعلقه بامور تعين على القتال وتقوي البدن ويكون فيها الرجال الاصل اللي هم اصل اهل القتال، لان احنا لا نستعين بالنساء في القتال غالبا وان كان يجوز، لان في بعض الصحابيات كانت مقاتلات يجوز، لكن لا نستعين بهم غالبا في الاصل هم لا يصلحوا للقتال. زي كرة القدم والحاجات دي بقى، دي عايزة بقى فقه معاصر، يقعدوا بقى ايه الهيئة العلماء يقعدوا يكيفوها ويقول لك هل ينفع ولا ما ينفعش، لكن على الفقه القديم ما تنفعش، ما ينفعش ياخدوا فيها مقابل مادي، ده اسمه لعب كده لهو ما ينبنيش عليه حاجة، بيضروا بعض ساعات يكسر واحد ويوقع واحد ينبني عليها ضرر، واخد بالك؟ وكانوا زمان يعملوا مسابقات الديكة، يهجموا على بعض وبتاع، ومسابقات التناطح، يجيب لك جدي وينطح جدي، وده يشجع الجدي مثلا الاسود والتاني يشجع الجدي الاحمر، ويعملوا رهان ويقفوا مش عارف ايه، كل ده حرام، لانه اولا لهو وايذاء بلا ضروره، بتاذي الحيوان بلا ضروره. مصارعه الثيران في اسبانيا حرام شرع، كم من انسان صحيح البنية قتل في هذه المسابقات؟ كتير كتير. يبقى ده تعريض النفس للخطر بلا ضرورة. طور هايج اروح انا واجهه ليه؟ طور وهايج اروح اواجهه ليه؟ علشان اكسب؟ طب انت ممكن تموت، ملاش لازم. مسابقات تسلق الجبال من غير مثلا ادوات تحفظه، او مثلا انه يمشي على حبل بين جبلين، دي مخاطرة لا يجوزها الشرع الشريف. كل مسابقة فيها مخاطرة ولا ينبني عليها شيء، كل اللي انت بقى بتشوفه كده ايه في مواقف وطرائف ومش عارف ايه وجينيس ريكورد والحاجات دي كلها، كل دي ما ينفعش. مسابقات زي مسابقات الجمال، واخد بالك، والحاجات دي ويبدو مقابل، كل ده لا يجوزه الشرع الشريف. ده بيعملوا مسابقات في امريكا اطول قبلة، حاجات غريبة الشكل، يقوم ايه يفضل واحد يبوس في واحده ولازقين في بعض كده ويشوفوا مين هيقعد اطول مده ممكنه، ده يقول لك 8 ساعات وده مش عارف 6 ساعات. طب افرض عايز يدخل الحمام يا اخي، حاجه غريبه يا اخي، يعني حاجه غريبه الشكل. ده لو فرضنا ان هو كمان بيقبل زوجته، ده كان ما مش بيقبل زوجته، ده جايبين له واحده كمان اجنبيه عنه. كل ده طبعا الشرع الشريف مخالف لاخلاق الاسلام والمسلمين، ما ينفعش. او مسابقه مثلا انه ياكلوا حشرات، مين اللي ياكل الحشرات دي؟ احنا بنشوف مسابقات زي دي في مواقف وطرائف، واخد بالك؟ يجيب لك او مثلا تعبان يمشي على الانسان بدون ما يمتعض ويمشي على جسمه كده ويشوفه، لو تحرك اي علامه فيه يبقى فقد المسابقه، والتاني اللي هو كانه ما عندوش احساس والتعبان ضيف، او كل دي مسابقات لا يقرها الشرع الشريف، لان لا ينبني عليها شيء، وبتعتبر ايه؟ تضييع وقت وتعريض لضرر بلا مقابل. او مثلا ايه مسابقات متعلقه بالاسود، تقول الاسد هيعمل لنا ايه؟ ده ممكن بيفترس الصحراء، واحنا عارفين ان في رواد الاسود كثير منهم ماتوا بالاسد اللي روده، ولو روده 10 سنين 20 سنة تلاقيه في الاخر يمر بالاسد اللي هو بيروده. يبقى كل ده ما ينفعش. مسابقات الافاعي والحيات والحاجات اللي بيعملوها، او يعرض نفسه مثلا لقرصات النحل وقرصات مش عارف ايه، يخش كده في وسط بتاعه يقف على جسمه 1000 نحلة يقرصه فيه، ده في ناس بتموت، بيجي له ايه انافلاكتيك شوك ويموت، قلبه يقف من كثره
سم النحل، كل دي مسابقات بتتعمل حاليا في زمن السفه والتفاهه وقله الادب وقله الديانه والتعريض للمخاطر. لكن الشرع لا يجيز الا الحاجات اللي ينبني عليها نفع. ادي المساله. يبقى المسابقات الحديثه دي كلها تحتاج لمجلس من العلماء يعني يكون عندهم شجاعه ويقول لنا حكمها الفقهي. لكن الوقت طبعا لو طلع لك عالم قال لهم كرة القدم الحالية دي كده ما يصحش وده مش عارف، يقولوا عليه لا ده متعصب ده مش عارف ايه. فعلشان كده العلماء ساكتين وسايبينها لله، بقى هنعمل ايه؟ بقينا في زمن في تشهير يشهروا بالعلماء لان مش فاهمين مقاصد الشريعة. لو فيهم مقاصد الشريعة وهي الحفاظ على النفس وعلى العرض وعلى النسل وانه لا يعرض نفسه لضرر بلا داعي، كل الحاجات دي مقاصد في الشرع هم مش فاهمينها للاسف. فبيقول هنا وتصح المسابقه على الدواب اي ما هو الاصل في المسابقه عليه من خيل وابل جزما وقيل وبغل وحمار في الازهر، لان ممكن البغال والحمير كمان تستعمل كالات نقل لادوات الحرب في زمانهم. فكل دابه تصلح للحرب اما في الصراع الحربي او في نقل أدوات الحرب يجوز استعمالها في المسابقات، لأن كل ده تدريب لاستعمال. ولا تصح المسابقة على بقر، يبقى لأن البقرة ما بينفعش تركبها وتحارب بيها فما تنفعش. ولا على نطاح الكباش برضه، ولا على مهرشة الديك، لا بعوض ولا بغيره ما تصحش. يعني معناها لا تصح يعني ايه؟ يعني تحرم، يعني باطلة. وتصح المناضلة، المناضلة اللي هي ايه؟ اي المرماة بالسمهام اللي هي النشان بقى. وتصح المناضلة اي المرماة بالسهام اذا كانت المسافة بشروط بقى ايه؟ المسابقة والمناضلة. يبقى المسابقة لو كانت على الدواب والمناضلة لو كانت ايه؟ بالرمي والنشان. كويس؟ بشرط امتى تصح بقى؟ اذا كانت المسافه معلومه، نقول هنسابق من كذا كذا لمكان كذا، لازم يبقى فيه مسافه معلومه، اي مسافه ما بين موقف الرامي والغرض الذي يرمي اليه معلومه. وكانت صفه المناضله معلومه ايضا، بان يبين المتناضلان كيفيه الرمي، ويتفقوا كمان هم في النشان ده يقصد انه ينشن على حلقة ان يمرق منها السهم ولا ينخسف فيها ويحط بحيث يثبت فيها، او انه مجرد يقرعها يضربها ويقع. لازم نوصف برضه هل هي ايه؟ نخس ولا مرور ولا قرع؟ يعني لازم نوصف كل حاجة تبقى وصف، علشان اللي يبقى داخل المسابقة يقولك لا انا المفروض اللي افوز، انتوا ما قلتليش ان كان الشرط انها تنفذ او الشرط انها تثبت، او فهمت بقى ازاي؟ فلازم كل حاجة الشروط تبقى واضحة جلية الاول للمتسابقين. اذا كانت المسافة معلومة وصفة المناضلة معلومة اللي هي الطريقة، بأن يبين المتناضلان كيفية الرمي من قرع وهو إصابة السهم الغرض ولا يثبت فيه، يقرعه بس يخبط فيه وينزل، أو من خسق، والخسق إن هو إيه؟ يعني إيه؟ يرشق فيه، أو خسق وهو أن يثقب السهم الغرض ويثبت فيه، أو من مرق يعني يمرق من خلاله، أو من مرق وهو أن ينفذ السهم من الجانب الآخر من الغرض. واعلم أن عوض المسابقة هو المال الذي يخرج فيها ويسموه السبق. يبقى السبق هو فعل المسابقة، والسبق هو العوض على المسابقة، يسموه السبق بفتح الباء. واعلم أن عوض المسابقة هو المال الذي يخرج فيها، وقد يخرجه أحد المتسابقين، وقد يخرجنه معه. يعني ممكن ايه؟ انا حسبك او حنضلك يعني في الرمي، يا اما حسبك على فرس او حنضلك في الرمي، يعني هنعمل ايه؟ مسابقة رماية. وبعدين اقول لك انا هحط 1000 جنيه، لو انت غلبتني خدهم،
والمغلبتنيش انا هاخده يرجعوا لي تاني، واخد بالك؟ يجوز هذه الصورة. احنا قلنا تجوز على خلاف الاصل، ليه؟ تشجيعا للمهارة الحربية، هي جت على خلاف الاصل من اجل التشجيع على المهارة الحربية، علشان كده ليها قيود. او من الاثنين معا، يعني هو يقول لك ادي 1000 جنيه مني وادي 1000 جنيه منك، ادي 2000 جنيه، اللي يغلب ياخده. بس في الحالة دي طالما احنا الاثنين دافعين لازم ايه؟ تصح بمحلل، يجي لنا واحد ثالث ما يدفعش حاجة ويتسابق معانا. فهمتوا ازاي؟ يسموه محلل. لا لا، ثلاث متسابقين، اثنين منهم دافعين وواحد مش دافع حاجة. فهمت ازاي؟ واحد مش يسموه المحلل، يقوم يحلل العقد بحيث ان هو لو فاز المحلل ده هياخد الالفين جنيه كله، ولو ما فاز مش هياخد حاجة ويرجع كل واحد ياخد فلوسه. فهمتوا بقى المسألة؟ ليه القيود دي كلها؟ لانها رخصة على خلاف الاصل، فكلما كانت الرخصة لا يتوسع فيها فتبقى ليها قيود. الرخص ليه مقيدة؟ لان لا يجوز التوسع في الرخص، لان الرخصة على خلاف الدليل لعذر، وكل ما كان على خلاف الدليل لعذر لا يقاس عليه ولا يتوسع فيه بل تكسر فيه القيود، فإذا كسرت القيود قل الموجود. ليه بقى قل الموجود؟ لأن على خلاف الدليل. فهمت المسألة؟ وذكر المصنف قوله ويخرج العوض أحد المتسابقين حتى إنه إذا سبق استرده، أي العوض الذي أخرجه. يعني أنا حطيت 1000 جنيه وسبقتك وقلت لك لو سبقتني خدهم ولو أنا سبقت يرجعوا لي، تمشي، يبقى أنا كده استردت. وإن سبق بضم أوله أخذه، أي العوض صاحبه السابق له. وذكر المصنف الثاني، النوع الثاني، إن هما الاثنين بيساهموا في المكافأة، المتسابقين بيساهموا في المكافأة. وإن أخرجاه، أي العوض المتسابقان معا، لم يجز، أي لم يصح إخراجهم العوض، لأن بقى كأنها مقامرة، كأن صورة المقامرة صريحة فيه، إلا أن يدخل بينهما محللا. وفي بعض النسخ إلا أن يدخل بينهما محلل يعني يحلل العقد. فإن سبق بفتح السين كل من المتسابقين أخذ العوض الذي أخرجه، يعني لو إحنا الاثنين سبقنا المحلل ده كل واحد ياخد فلوسه اللي كان حاططها. فهم؟ طب ولو سبق هو المحلل ياخد الاثنين. وإن سبق بضم أوله لم يغرم لهما شيئا، ولو سبق المحلل ده ما يدفعش حاجة من جيبه، ولو فاز عليهم ياخد العوض، ولو هم اللي فازوا عليه كل واحد ياخد ماله. فهمت الصور؟ والله تعالى أعلى وأعلم. وعلينا بعد كده بقى نشوف في الحياة العملية عليا نقيس كل مسابقة على مقاصد الشرع الشريف، وهل ينبني عليها فائدة أو لا ينبني عليها فائدة، وهل ينبني عليها ضرر ومخاطرة ولا لا ينبني عليها ضرر ومخاطرة، وبناء على ذلك كله يستنبط الحكم الفقهي المتعلق بكل مسابقة. والله تعالى أعلى وأعلم. أيوة. طب إن سبق هو لم يغرم، لكن لو سبق أحد الاثنين التانيين مش ياخد الألفين؟ لا، هياخد ماله وخلاص، ياخد ماله أو ياخد المبلغ كله. يجوز الاثنين. ياخد على حسب ما اتفق، على حسب، طالما في محلل. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليه، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.